وهلا رح نبقى ايضا باتصال هاتفي مع هبه طبعا مروان، البطله السوريه ولاعبه منتخب سوريا منذ عام 2004، بطله العرب وغرب اسيا برمي القرص. صحيح، ومؤخرا حطمت 5 أرقام قياسية محلية ب6 شهور، طموحها كان كبير لتحقق نتائج على المستوى العربي والقاري. أيضا توجت العمر بلقب أكيد للعرب وغرب آسيا، احترفت ونالت صفوف الزمالك المصري وتتواجد الآن معه بعدة بطولات بدبي. هبة يسعد لي صباحك. وصباحك أهلا وسهلا. يسعد صباحك يا هبة. يعني رح نبتدي معك من مسابقة رمي القرص للسيدات اللي أقيمت بمصر، فخبرينا عنها أكثر. أنا كنت بسوريا وجاني عقد على نادي الزمالك المصري، رحت تعاقدت معه وبعدين قالوا لي بدك تشاركي ببطولة الجائزة الكبرى. عم أحرزت مركز أول مع تحطيم رقم سوري برمي القرص 50 متر 44. نعم، هبة مروان عمر بطلة العرب وغرب آسيا يعني برمي القرص، خلينا نحكي أكثر عنك. أنت كسورية حققت هيدي البطولات ورفعت اسم سوريا بالعالي، خلينا نحكي قديش كان هيك شعورك جميل، وخاصة النظرة أيضا مثل ما بنعرف نظرة اللي برا لنا، يعني بيعرفوا إنه نحن عنا حرب، ما بيعرفوا إنه عنا مع الحرب عنا مبدعين وعنا أبطال. أكيد نظرة الناس كلها أنت سورية لسه عم تتمرن صحيح أو كذا، نحن يعني وين ما تواجدنا نحن تأقلمنا على كل الأوضاع. يعني نحن الحمد لله وين ما بنروح بنعمل بصمة لو وين ما كنا. أكيد. هبة كثير عندك مشاركات بعدة دول، خبرينا عنها كمان، خلينا نحكي إنجازاتك فيها. أنا بطلة عرب من 2004، عاملة عدة لقاءات بتركيا وقبرص وإيران، حاصلة على ميداليات بطولات العرب، دورة عربية، شاركت ببطولات آسيا بالهند، بطولة العالم بالمغرب، أحرزت عدة ميداليات وكل الأرقام السورية باسمي الناشئين والشابات والسيدات. وحاليا أنا هلأ بدبي مدربة. حلو. مدربة ولسه كمان مشان أزمة الكورونا عم استنى الوضع بس ليفتح شوي رح أتعاقد مع نادي سيدات الشارع. حلو. نعم، يعني طبعا كل التوفيق. تحضيراتك القادمة هبة البطلة السورية شو محضرة هيك شيء؟ طبعا بعد ما نتجاوز هيدا الأزمة، أزمة كورونا، وخلينا نقول يعني نقدر نحن نتحرك شوي. للصراحة كنت بتمنى إنه بلدي يسأل عني كرمال البطولات وإنه جهز حالي واتمرن، بس للأسف ما في أي تواصل. يعني خلاص أنا قررت إني أنا أطلع أسافر وأبني مستقبلي، لأنه صراحة ما في مستقبل للرياضة بالبلد عنا. أي حدا نعم. نحن أكيد بدنا نتمنى لك كل التوفيق يا هبة، والمستقبل أكيد أنتم بتصنعوا السوريين لسوريا وبرات سوريا. أكيد نحن بنصنعه وبدعمهم كمان. أكيد. شكرا لك يا هبة. أكيد ونحن فخورين بسيدات سوريا اللي عم يعملوا بصمة كبيرة، أنه نحن موجودين بالرغم من كل الظروف، لنا بصمة خاصة جدا. شكرا لك. طبعا أهلا يا هلا. شكرا.